السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. اهتمام دولي وإعلامي كبير باليوم الدولي للضمير. مجمع السلمانية الطبي يوفر خدمة توصيل الأدوية لمنازل المرضى. والمبرة الخليفية توقع اتفاقية لتدشين منصة جسر لدعم المواهب البحرينية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. نال الاحتفال باليوم الدولي للضمير الذي جاء بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، نال اهتماما دوليا وإعلاميا كبيرا. فقد أحيت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ولأول مرة اليوم الدولي للضمير الذي يصادف اليوم، وذلك كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والتسامح والإدماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السلام والتضامن والوئام. كما رحبت جامعة الدول العربية بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعلان 5 أبريل يوما عالميا للضمير. ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام تقدير هدى المبادرة البحرينية التي تعكس فهما دقيقا لما يحتاج إليه عالم اليوم من قيم يتعين العمل على تعزيزها وغرسها في آلية عمل النظام الدولي والعلاقات بين الشعوب والحكومات. في إطار تعزيز الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قام مجمع السلمانية الطبي باستحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة وراحة المرضى والمراجعين. وأوضحت إدارة المجمع بأنه على الراغبين من الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية يتعين عليهم إدخال بياناتهم المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني المحدد لهذه الخدمة والموجود على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة على الإنترنت، حيث سيتم تسليم الأدوية للمريض خلال 48 ساعة من وقت استلام الطلب، إذ سيقوم موظف صيدلية بمجمع السلمانية الطبي وفور استلام الطلب إلكترونيا بتجهيز الأدوية، وذلك اعتمادا على الوصفة الطبية المعتمدة والموجودة في الملف الإلكتروني الخاص بالمريض، ليتم بعد ذلك إرسال الأدوية وتسليمها للمريض في الموعد المحدد للاستلام. هذا وأكدت وزارة الصحة حرصها على تعزيز الصحة العامة بالمملكة من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتي تهدف لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث أكدت استمرار الزيارات الميدانية بالتعاون مع وزارة الداخلية ضمن الجهود المبذولة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 لعدد من مناطق مملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وذلك من خلال حملة منظمة تشارك فيها وحدة الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة والإدارة العامة للدفاع المدني وأفراد شرطة خدمة المجتمع إلى جانب مجموعة من المتطوعين. وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي المختص بمساعدة المتطوعين مستمر بأخذ العينات العشوائية وإجراء الفحوصات المختبرية لكبار السن والأشخاص ذات القابلية لفيروس كورونا، إلى جانب أصحاب محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات في منطقة درة البحرين ومنطقة المنامة باب البحرين، إلى جانب المنطقة الواقعة على شارع البديع، بما يضمن سلامتهم وسلامة عائلاتهم وكافة المواطنين والمقيمين.
أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنه اعتبارا من اليوم الأحد لن يتم استقبال المراجعين، وسيكون التقدم لطلب خدماتهم متاحا إلكترونيا فقط عبر برنامج تواصل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني. وكانت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أعلنت في وقت سابق ترشينها لحزمتين من الخدمات الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والهادفة إلى تمكين طالبي الخدمة من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبلها بكل يسر وسهولة مع المحافظة على سلامتهم. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. دعم المزارعين البحرينيين لإمداد السوق بالمنتجات المحلية. في إطار خطة التحول الإلكترونية لكافة خدماته التي تأتي تمشياً مع إجراءات الدولة لحماية المجتمع من مخاطر فيروس كورونا المستجد، أطلق المجلس الأعلى للمرأة برنامج مستشارك عن بعد الذي سيعمل على تقديم خدماته بشكل افتراضي، والتي ستشمل خدمات الدعم والإرشاد الأسري والنفسي والقانوني والاقتصادي للمرأة البحرينية. ويأتي البرنامج في سياق حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين الذي يعمل المجلس على تنفيذها بتوجيهات كريمة لرئيسته صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المفدى حفظها الله، وبتعاون وتفاعل مجتمعي لافت لتلبية احتياجات الأسرة والمرأة البحرينية في هذه الفترة الحرجة. ويقدم المجلس الأعلى للمرأة تلك الخدمات من خلال مختلف وسائل التواصل الهاتفي والإلكتروني والمرئي التي تم تخصيصها لهذه الغاية، ومن قبل خبراء ومختصين في المجالات الأسرية والنفسية والاجتماعية والقانونية، إضافة إلى خبراء في مجال إدارة الأعمال وسوق العمل. أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن استعدادها لتنفيذ مبادرة جسر، وهي مبادرة نوعية والأولى من نوعها في مملكة البحرين، وهي عبارة عن منصة العمل عن بعد والعمل المؤقت، حيث توفر هذه المنصة الفرصة والمكان للمواهب البحرينية لعرض مشاريعها، مما يساعد أرباب العمل على إيجاد الأشخاص المناسبين للقيام بالأعمال التي لا تحتاج إلى التزام دائم، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فانغارد لتنفيذ المشروع. ويأتي هذا المشروع ضمن سياق مساعيها الهادفة إلى تعزيز شراكاتها المجتمعية، ومن منطلق رسالتها لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية من أجل تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية لعام 2030. أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمرانية الدكتور نبيل أبو الفتح أن وكالة الزراعة تقف بجانب المزارعين البحرينيين ومستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لهم من أجل أن يقوموا بدورهم برفض السوق المحلي بالمنتجات الزراعية المحلية، انطلاقا من توجيهات الحكومة الموقرة والمتابعة المستمرة من وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف.
وحيا وكيل الزراعة والثروة البحرية الجهود المخلصة التي يبذلها المزارعون البحرينيون لضمان توافر مختلف المنتجات المحلية من الخضروات في السوق المحلية، خصوصا في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي تحتاج المزيد من الجهود الوطنية من مختلف الأطراف، بما يكفل توافر المواد الغذائية أمام المستهلكين ومن دون أي ارتفاع في أسعارها. أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن إطلاق فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بمختلف فئاتها، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للبلاد والجهود التي تبذل للحد من الآثار السلبية الإنسانية والاقتصادية في ظل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة. وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة للبدء الفوري في تطبيق فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري 2020، على أن تشمل العمالة المخالفة بكافة أنواعها. ولحالة الطقس في محافظات مملكة البحرين، وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة. على اللقاء.